السلام عليكم متابعي قناة عالم النحل الأبي. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنتم تشاهدون في هذه الخلية وهي بآسلة. اليوم قمت بالفتح على هذه الخلية لكي تخرج الذكور، يعني يجب على النحال دائما كل أسبوع 10 أيام يقوم بالفتح على العاسلة ويدخن قليلا حتى تخرج الذكور، لأنني ممكن كانت حضن الذكور، شوفوا ما شاء الله الذكور، كانت حضن الذكور بالعاسلة، ومع استعمال الحاجز بالأسفل لم تستطع هذه الذكور الخروج. شوفوا يعني وإحنا يعني خاصة في هذا العام نحتاج كثير الذكور لأنها قليلة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى دائما النحال هو الذي يتسبب في قتل الذكور يعني في وقت مبكر، وبالتالي تلقيح الملكات مع بداية الصيف مباشرة لا تتلقح أي ملكة، وهذا خطأ كبير. يجب دائما كما نقوم بتحضير الملكات نحضر الذكور حتى ولو تأكل العسل، ولكن الفائدة منها كبيرة. شوفوا يعني كثافة كبيرة من الذكور بالخلية، دخنوا قليلا هكذا حتى تخرج الذكور، وحتى في إخراج الذكور من العسلة فائدة، يعني لو تبقى هذه الذكور بالداخل ستقوم بالتهام كثير من العسل. لذلك يجب على النحال التدخين وفتح العاسلة كل أسبوع 10 أيام حتى تخرج هذه الذكور. شوف ها هو يعني مملوءة عن آخرها بالذكور، لا تستطيع حتى الطيران. هاي الذكور موجودة في العسيلة. إلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله.